السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. يبحث مقاصد في هذه الحلقة موضوع سد الذرائع وفتحها وما رافقه من جدال في الساحة الإسلامية وخصوصا في السنين الأخيرة. فما قاعدة سد الذرائع، وهل هي أصل للتحريم والتحليل؟ كيف يعمل بهذه القاعدة في زمن الفتن؟ وإذا كان سد الذرائع مما اشتهر العمل به، فهل في الشريعة ما يدل على فتح الذرائع؟ وما الاعتبارات في تحديد المصالح والمفاسد التي على أساسها يصار إلى سد الذرائع أو فتحها؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيف حلقة اليوم، وهو الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، أستاذ المقاصد الإسلامية. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك أستاذ جهاد، حياك الله. ما مفهوم سد الذرائع في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فنحن تعودنا في الدرس الشرعي بشكل عام والدرس المفاهيمي والمصطلحي بأن نعرف المصطلحات في البداية، وإذا كانت الألفاظ مركبة يعني من لفظين، إما أن يكون مركباً إضافياً أو مركباً وصفياً. المركب الإضافي يعني اللفظ الأول مضاف للثاني، زي سد الذرائع، أصول الفقه، علم الفقه، مقاصد الشريعة، يكون اللفظ الأول مضافاً واللفظ الثاني مضافاً إليه. والمركب الوصفي اللي هو يكون اللفظ الثاني صفة للإيه للأول، مثل مثلاً النحو الوظيفي، مثلاً الجغرافيا كذا، يعني جغرافيا البلاد العربية مثلا، ده, ده, ده مركب إضافي. طيب، على أي حال، كلمة سد يعني ردم أو الفاصل بين شيء وشيء، أو هدم وردم هذا المكان. الله تعالى قال في آخر سورة الكهف، قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. سد يعني حائل، بناء يحول بيننا وبينهم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أما الذرائع فهي جمع لكلمة ذريعة، والذريعة هي الوسيلة أو الطريق المؤدي إلى شيء ما. طيب، سد الذرائع بشكل عام هو ردم وإقامة فواصل بين ما يتوصل إليه، ده معناها في اللغة. معناها في الاصطلاح عند علماء الأصول يقولون إن سد الذرائع هو الإغلاق المحكم للطرق المؤدية إلى شيء ما. والإمام ابن تيمية هنا له تعريف جميل جدا نقرأه عليكم على السادة المشاهدين. قال: الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة. ولهذا قيل الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم. يعني عندنا الفعل يكون مباحا لكنه في النهاية مآلات الأخذ بهذا الفعل يؤدي إلى شيء حرام. عندئذ الشرع هنا يقول لنا لابد أن تسد الطريق إلى هذا الأمر الذي سينتهي بنا إلى محرم، حتى لو كانت الوسيلة حرام حلال. يعني الوسيلة التي نأخذ بها هي حلال لكن أدت بنا إلى شيء حرام، فتمنع هذه الوسيلة. الإمام ابن العربي أو قبل ذلك الإمام الشاطبي يقول إن الذرائع حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى ما هو مفسدة. يعني هو فعل صالح لكنه يؤدي بنا إلى المفاسد. طيب، سد الطرق المؤدية إلى الفساد وقطع الأسباب الموصلة إليه، وحسم مادة الفساد من أصلها أو ما كان ظاهره الإباحة لكنه يفضي ويؤول إلى المفسدة أو الوقوع في الحرام. فده معنى الذرائع بشكل عام. الإمام القرافي وهو من البارزين جدا في علمائنا الذين تحدثوا عن هذا الموضوع قال: سد الذرائع معناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة يمنع منه. والإمام مالك طبعا اشتهر بالقول بسد الذرائع، لكن هذا ليس خاصا بالإمام مالك فقط كما قال الإمام القرافي نفسه المالكي، ولكنه يعني تقريبا شبه مجمع على أنه أصل
من أصول التشريع. هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع، ما موقعها في الشريعة الإسلامية دكتور؟ موقع سد الذرائع في الشريعة الإسلامية هي أصل من أصول الفقه. يعني سد الذرائع من الأدلة التي يحكم بها على الوقائع والمستجدات والنوازل، زي المصل، زي المصلحة المرسلة، زي الاستحسان، زي القياس، زي شرع من قبلنا، زي مذهب الصحابي، كل هذه أدلة. فسد الذرائع عندنا أصل من أصول الفقه، تستقى منه الأحكام ويحكم به على الأحداث والنوازل والمستجدات إلى آخره. يعني مثلا على سبيل المثال حتى تتضح الصورة، لأنه حتى لا نبقى في دائرة التنظير ودائرة الكلام مجرد. النظري. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني ضرب المرأة على الأرض بالحذاء، عفوا، اللي هي لبسها، إذا كان هذا الضرب بطريقة أو بكيفية أو الأصل فيها أنه مباح، المشي للنساء مباح، ولأي واحد ماشي حذاء، عفوا أعزكم الله، وماشي على الأرض أكيد بتصدر من الخطوات أصوات. لكن عند النساء بالذات حذر الشارع الحكيم سبحانه وتعالى من أنه إذا أفضى هذا الضرب في الأرض إلى أن يؤيى، يعني المقصود به أن يعلم الرجال بما يخفي هؤلاء النسوة من الزينة، عندئذ يصير الضرب ده حرام، مع أن الأصل فيه أنه إيه؟ أنه حلال، لكن أما وقد أدى إلى فساد وإلى محرم فبالتالي يمنعه الشرع. الله تعالى يقول أيضا: ولا تقربا هذه الشجرة. بيقول لمين؟ لآدم وحواء. هل القرب من الشجرة حرام؟ مش حرام، هو مباح، الاقتراب من أي شجرة مباح، لكن لماذا منعه الله سبحانه وتعالى فتكون من الظالمين؟ أريد أن أتوقف معك حول هذه النقطة، بشأن هذه النقطة دكتور، لأهميتها. قضية الضرب بالأرجل حتى لا يسمع صوت الخلخال فيثير الشهوة في نفوس الرجال، هل هنا سد الذريعة هنا تحريما أم تكريها كراهة؟ لا، يعني بحسب ما يفضي إليه، إذا كان ما يفضي إليه حراما يكون حكمه حراما، ولذلك وإذا كان مكروها يصير مكروها، ولذلك الذريعة يعني تأخذ الأحكام الخمسة، قد تكون محرمة وقد تكون مكروها وقد تكون واجبة السد وقد تكون مندوبة السد وقد تكون مباحة. يعني هل أفهم من كلامك أن سد الذريعة قاعدة أصل للتحليل والتحريم؟ يعني هي من أصول الفقه التي تستقى منها الأحكام. يعني عندنا أصول الفقه، في أصول متفق عليها وأصول مختلف فيها. أصول متفق عليها الأربعة المعروفة المقررة لدى الأصوليين: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما سواها أصول مختلف فيها: مصلحة المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، مذهب شرع من قبلنا، مذهب الصحابي إلى آخره، كل هذا مختلف فيه بين الفقهاء. لكن حتى المذاهب الفقهية التي يعني ضيقت في هذا أو أنكرت في بعض الأحيان، مثل المذهب الشافعي بالفعل، هو في الحقيقة أخذ بسد الذريعة، وهناك رسائل وأبحاث تحدثت عن سد الذرائع عند الشافعية. لو رجعنا الأمثلة تانية أستاذ جهاد، حتى الحنفية يعني لم يأخذوا بها كثيرا. نعم، لكنهم في التطبيقات موجود فعلا وواضح في فقه المذاهب جميعا بشكل عام. الله سبحانه وتعالى حين يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وده المثال الأشهر الذي يضربه الأصوليون في كتبهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الذين يدعون من دون الله منع الإسلام من سبهم، لماذا؟ لأن سبهم يفضي إلى مفسدة كبيرة، وهي سب الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في يوم ما: لا يسبن أحدكم أباه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب أحدنا أباه؟ في واحد يسب أبوه يعني؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. يعني واحد بيسب أبو الثاني، فالثاني ده يسب أباه، فتصير يصير المآل ممنوعا، ولذلك تسد الذريعة مباشرة. لكن نريد أن نلفت النظر هنا إلى معنى مهم جدا. سد الذرائع في تاريخنا الفقهي والأصولي وتاريخ الفتاوى القديمة على مر التاريخ، تمت المبالغة في بعض الأحيان في الأخذ بسد الذرائع. طيب دكتور، ما رأيك لو أخرنا الحديث عن هذا الموضوع إلى وقت متقدم، لكن قبل ذلك نريد أن نبحث في قضية من أين جاء هذا الاعتبار أو الحجية لسد الذرائع، ومن أول من تحدث بذلك؟ الأول من تحدث فيه لا شك هو الإمام مالك رحمه الله تعالى،
والمذهب المالكي واسع فيه جدا الأخذ بسد الذرائع وواضح سواء على مستوى التأصيل والتنظير أو مستوى التطبيق والتنزيل. جاءت حجية سد الذرائع مما يؤول إليه من المصالح والمفاسد. الشريعة الإسلامية أصلا جاءت لتكثير المصالح وحفظها وتقليل المفاسد والقضاء عليها. نعم. ده كل حكم شرعي لا يمكن أن يخرج عن هذا، ودي نظرية العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى اللي هو شيخ الإمام القرافي. الإمام العز بن عبد السلام يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فتأمل قوله بعد ندائه. إذا ربنا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا انتبه، الله تعالى ينادي المؤمنين، إذن إما أن يأمرهم أو ينهاهم، فتأمل قوله بعد ندائه فلن تجد إلا خيرا يحثك عليه، خير هنا بمعنى المصلحة، أو شرا بمعنى المفسدة يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. فدي الشريعة الإسلامية كلها لخصت في هذا الكلام، والإمام العز بن عبد السلام بينظر إلى كل أحكام الشريعة الإسلامية، أصولها وفروعها حقائقها، كل شيء في الشريعة الإسلامية من نظارة المصالح والمفاسد في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والمواريث، في الحدود والعقوبات، في السياسة الشرعية، في كل حكم من الأحكام الشرعية ينظر إليه العز بن عبد السلام من باب المصلحة والمفسدة. فجاءت حجية سد الذرائع من هذا الباب بحسب ما تفضي إليه، إذا أفضت إلى مصلحة فيكون حكمها حكم هذه المصلحة، إذا أفتت إلى مفسدة فيكون حكمها حكم هذه المفسدة. والإمام العز بن عبد السلام وضع قاعدة عظيمة جدا نقل عنه الإمام القرافي وكثير من العلماء وشاعت في عصرنا الحاضر، قال: للوسائل أحكام المقاصد، فكل وسيلة معتبرة بمقصدها. إذا كان المقصد ده واجب يبقى إذن الوسيلة واجبة. ولذلك إذا أتيح لنا الوقت الآن نعم نتحدث تفضل عن فتح الذرائع، هذا الذي نريد أن نتحدث نعم عنه، ولكن لو سمحت لي في المحور الأخير من هذه الحلقة. نعم. قبل ذلك دكتور، إذا كانت الذريعة أو قاعدة سد الذرائع هي تفيد بالتحريم المؤقت أو بالكراهة المؤقتة وما إلى ذلك، فما الضامن من أن لا تتحول هذه الكراهة المؤقتة أو التحريم المؤقت إلى تحريم أو كراهة دائمين بحكم العرف ومرور الزمن؟ اللي يضمن لنا كده ضوابط الذرائع، ضوابط سد الذرائع، لأن كل شيء عندنا في الشريعة له ضوابط. نعم. وله أحكام وله قواعد تضبطه وتنظم العمل به وترشده وتجعله يؤدي إلى المقصود منه تماما. إحنا عندنا ضوابط لسد الذرائع. أول ضابط أن يؤدي الفعل المأذون فيه، الفعل اللي هو الوسيلة، إلى مفسدة، فالمعول عليه في المنع ما يترتب على الفعل من المفاسد في مجرى العادات أو ما يقصد به في العرف. هذه أول شيء. ثاني ضابط، نوضح الضابط الأول، أن الفعل المأذون فيه الوسيلة هذه سوف تؤدي بنا إلى فعل المحرم. أعطي مثالا على ذلك. اللي هو الأمثلة التي ضربناها كلها سابقا، ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الخلوة، قضية الخلوة بين الرجل والمرأة، يعني ممكن إذا أدت إلى محرم خلاص تكون محرمة، أما إذا كانت لمصالح المسلمين وأمنت فيها الفتنة فلا بأس بذلك، تفتح الذريعة في هذا الوقت. الضابط الثاني أن تكون تلك المفسدة المترتبة على الفعل راجحة على المصلحة المتحققة من الوسيلة التي نتحدث فيها. فإذا كان المآل مفسدة أكبر من المصلحة يمنع، يسد. الضابط الثالث أن يكون إفضاء الفعل المأذون فيه إلى المفسدة مقطوعا به، لأنه أحيانا يتصور الإنسان أن هذا الفعل سيترتب عليه مفسدة. طب هل المفسدة دي مقطوعا بها ولا مظنونا بها؟ هل هذه المفسدة حقيقة ستكون واقعة وستترتب على الفعل الذي سنفعله، أم أنه احتمال يحصل؟ إذا كان احتمال خلاص، لأنه ما أعظم ما فات على الأمة الإسلامية بسبب سد الذرائع والمبالغة في سد الذرائع، لأنه يقول لك سد للذريعة، سد للذريعة، سد للذريعة، حتى حرم المسلمون من خيارات واسعة بسبب المبالغة في سد الذرائع. هنا السؤال، من الذي يحدد إذا كان هذا الأمر ينبغي أن يأخذ أن يمنع من باب سد الذريعة أو عدمه؟ من الذي، هل قضية إدارية أم قضية شرعية؟ لا، إذا كان الأمر شرعيا محضا، إذا كان يتعلق بالأحكام الشرعية المحضة. نعم. التي لا علاقة للتخصصات المتنوعة بها، خلاص يبقى الفقهاء والأصوليون هم الذين يفتون في ذلك ويحددون إن كانت ما تفضي إليه الوسيلة حراما أم غير ذلك. أما إذا كان الأمر متعلقا بتخصصات أخرى مثل تخصص الطب،
تخصص الجيولوجيا، تخصص الفلك، تخصص الاقتصاد، تخصص السياسة، العلاقات الدولية، التخطيط الاستراتيجي، تخصص الأمن، الأمن، الأمور الأمنية والعسكرية. خلاص، يبقى في هذه الحالة لابد أن تتداول المسألة بين الخبراء وأن يجمعوا بشكل يعني متقارب بأن هذه الوسيلة سوف يترتب عليها مفسدة، ويرفع هذا التقرير من الخبراء أمام الفقهاء، والفقهاء بناء على هذا التقرير يحكمون على الوسيلة التي ستؤدي إلى هذه المفسدة بناء على التقرير الصادر من هذه المجموعة، مجموعة الخبراء. لأنه في المسائل يا أستاذ جهاد والإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، في المسائل التي لها أبعاد خبراتية وحياتية وعلمية تجريبية غير الأمور الشرعية، تنبني الآراء فيها والفتاوى على أهل الاختصاص، على تقارير الخبراء، تنبني فتاوى الفقهاء على تقارير الخبراء، ولا يمكن للفقهاء أن ينعزلوا ولا أن يستقلوا بالرأي بعيدا عن هذا، لأن هو ده أصلا مصدر الحكم. مصدر الحكم عندي هو هذا، هو الواقع، فقه الواقعة، وفقه الواقعة الفقيه ليس خبيرا بها، يعطيها لمن هم أهل التخصص وأهل الخبرة، استنادا لقول الله تعالى: وعملا به فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والفقهاء ليسوا أهل خبرة وليسوا أهل ذكر بالتخصصات الحياتية الواقعية إلا إذا كان عندهم خبرة، وده بيبقى استثنائي. وفي الحقيقة في مثل هذه المسائل لا يصح فيها الاجتهاد الفردي، الاجتهاد الجماعي في المسائل وفي النوازل هو المعتمد، سواء كان من أهل الشرع أو من أهل الخبرة. ولذلك يعني مجامعنا الفقهية كلها المعاصرة، سواء كان مجمع البحوث الإسلامية، مجمع جدة، مجمع مجلس الإفتاء الأوروبي، أمريكا الشمالية، في الهند، في كل مجامع الدنيا الآن تتكون من شقين: شق شرعي وشق خبراتي حياتي علمي تجريبي دنيوي. لأنه القضايا والمستجدات والنوازل الآن لم تعد كما كانت في السابق، كل قضية وكل نازل الآن وكل مستجد ومستحدث له أكثر من زاوية وحيثية في النظر إليه، وليس زاوية شرعية فقط، وتعدد هذه الزوايا يستوجب الرجوع إلى أهل الخبرة الذين هم خبراء بالواقع وفقهاء فيه، فيرفعون تقاريرهم إلى الفقهاء، ومن ثم يصدر الفقهاء آراءهم بناء على ما توفر لديهم من معلومات معبرة عن الواقع تعبيرا أمينا دقيقا. ربما حان الوقت لكي نتحدث عن المجالات التي يعمل بها في قاعدة سد الذريعة، ولكن بعد الفاصل لو أذنت لي نتابع الحديث عن موضوع سد الذريعة بعد فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن قاعدة سد الذرائع ومجالات تطبيقها، وأجدد الترحيب بضيف الحلقة الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، مرحبا بكم مرة أخرى دكتور. بارك الله فيك. فيك بارك. هل ثمة مساحات مجمع عليها بين علماء الأمة ومفكريها إلى آخره على وجوب سد الذرائع فيها، وجوب العمل بسد الذرائع فيها؟ إحنا عندنا سد الذرائع يستخدم في كل مجالات العلم الشرعي، وفي كل أبواب الفقه الإسلامي، وفي كل مجالات الحياة، حتى في العقيدة. حتى في العقيدة، ما هو لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، عقيدة. عقيدة إذا ترتب على أي شيء يعني تجرؤ على العقيدة، سب لله سبحانه وتعالى عن ذلك، إهانة للنبي عليه الصلاة والسلام، اقتراء وسخرية من القرآن، كل فعل يؤدي إلى ذلك يمنع. العقيدة يكون فيها أشد، لأن العقيدة أحكامها مشددة أكثر من غيرها. ولذلك بعض العلماء لا يقبل إلا الأخبار المتواترة فضلا عن القرآن الكريم طبعا في نصوص العقيدة الإسلامية، وخصوصا أصول العقيدة الإسلامية الستة. فإحنا عندنا سد الذرائع موجود يستخدم، ومساحاته واسعة وممتدة في كل أبواب الإسلام وفي كل شعب الإيمان،
في كل أبواب الفقه الإسلامي، عبادات، معاملات، أحوال شخصية، جرائم وحدود وعقوبات. نعم. لكن ثمة من يرى أن قاعدة سد الذراع هي منهج مالكي للإمام مالك، وأنها قررت في بداية الأمر في بيوع الآجلة ثم نعم. بعد ذلك نعم ثم نعم. بعد ذلك يعني توسع، وهذا ليس محل إجماع بين علماء الأمة. كيف يمكن يعني القول في هذا الشأن؟ لا لا لا، هذا الكلام غير صحيح. الإمام مالك اشتهر عنه الأخذ بسد الذراع، وليس معنى هذا أن غيره من العلماء لم يأخذوا بسد الذرائع. عندنا مذهب الحنابلة أخذ بسد الذرائع، مذهب الشافعية أخذ بسد الذرائع، وإن لم يصرح بذلك بشكل واضح وواسع في الأصول. الإمام القرافي نفسه قال: فليس سد الذرائع خاصا بمالك رحمه الله، بل قال بها هو أكثر من غيره، وأصل سدها مجمع عليه. وقال أيضا: وإنما النزاع في الذرائع خاصة، وهي بيوع الآجال ونحوها. احنا عندنا هنا نص واضح هو من الإمام القرافي، وهو مالكي أساسا، وتلميذ للإمام العز بن عبد السلام الذي هو شافعي، ويقول أن هذا الأمر اشتهر عن مالك صحيح، لكنه ليس المتفرد فيه، وهو أمر مجمع عليه بشكل عام بين الفقهاء والأصوليين. وما هو سر الإجماع عليه بشكل عام؟ سر الإجماع عليه هو ما يفضي إليه من مصالح ومفاسد. إذا أفضى إلى مصلحة خلاص تفتح الذريعة، إذا أدى إلى مفسدة تسد الذريعة. والمصالح والمفاسد قلنا الإسلام كله قائم على مصالح ومفاسد، على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، كما قال الإمام ابن تيمية. الشريعة الإسلامية كلها كده. والإمام ابن القيم يقول في نص عظيم جدا في كتاب إعلام الموقعين في مطالع الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين، قال: الشريعة الإسلامية مبناها على الحكم ومصالح العباد في الآجل والعاجل، فهي حكمة كلها ورحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها. فكل مسألة خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى العبث، ومن الرحمة إلى ضدها، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. إن أقحمت في الشريعة وأدخلت فيها بشكل أو بآخر فليست منها، إلا إن تجاوزت الأحكام المصلحة والعدل والرحمة والحكمة فليست من الشريعة. الشريعة قائمة على المصالح. هذا الشرع نزل لمصالح الناس، لإسعاد الناس، للتوسعة على الناس، لقضاء مصالح الناس، لأن يسعد الناس في الدنيا والآخرة. الشريعة لم تنزل لإعنات الناس ولا للتضييق على الناس ولا لقهر الناس وكبت الناس، إنما نزلت الشريعة لكي تسعد البشرية في ظلها، ولكي يأمن الناس على أموالهم وأعراضهم ودينهم في المجتمعات التي يعيشون فيها. ولذلك نقول إنه هذا الإجماع هو مستقى من طبيعة الشريعة الإسلامية، من خصائص الشريعة الإسلامية، من مقاصد الشريعة الإسلامية التي نزلت بحفظ أمن المجتمعات، بكرامة الإنسان، بحفظ حريات الناس، بكرامة الناس، بحفظ دينهم وأموالهم ونسلهم وعقولهم وأعراضهم. ولذلك لا يوجد خلاف بين الفقهاء على سد الذريعة، وإنما الخلاف يكون في التطبيق. هذا الذي كنت أريد أن أسأل، إذا كان هناك إجماع من حيث المبدأ على إعمال قاعدة سد الذرائع، فأين وقع النزاع والخلاف بين العلماء في مجالات تطبيق هذه القاعدة؟ النزاع بيقع بطبيعة الحال في المسائل في التطبيق، لأن الأنظار تتفاوت تفاوتا ملحوظا في إدراك المآلات. وإدراك المآلات لا يكون بالمسألة كالمسائل الرياضية 1+1=2، لا، وإنما يكون بالتقريب، كما قال العز بن عبد السلام في كتابه العظيم جدا القواعد الكبرى، يقول: إدراك المصالح والمفاسد يكون بالتقريب. أنا أقول لك والله يعني هذه الوسيلة سوف يترتب عليها مفاسد بالحجم الفلاني، حجم 90%، واحد تاني يقول 85 80 95 75، لكن في النهاية الكل متفق على أنه سيترتب عليها مفسدة. فيقع النزاع ما بين الوجوب وما بين الندب وما بين الكراهة والحرمة. فعندنا أحكام فقهية كثيرة، خمسة عند الجمهور وسبعة عند الأحناف. فيقع النزاع بين الفقهاء أحيانا في التطبيق، لكن في النهاية كلهم متفقون على أن كل ما أدى إلى مفسدة لابد أن يسد، حتى لو كان هذا الكل وسيلة مباحة في الأصل، لكن الأخذ بها يؤدي إلى مفسدة، لابد أن نسد الطريق على الناس حتى لا يقعوا في المفاسد. دكتور، في زمن الفتن والحروب واقتحام الأعداء دار المسلمين، هل ثمة اعتبار خاص لقاعدة سد الذرائع هنا؟ طبعا
طبعا ده احنا في حتى في العصر الذي نحياه الآن هو عصر مليء بالحروب وبالقتال وبالتفسخ الاجتماعي والتحلل الأخلاقي والاستبداد السياسي. في مثل هذه العصور يا أستاذ جهاد تظهر ظواهر كبرى وتنزل نوازل وتجد مستجدات، وهذا يعني يندب الفقهاء إلى دور أعظم. لو فصلت في هذا الأمر يعني مثلا أنا هديك مثال في التاريخ القريب، يعني الإمام الطاهر بن عاشور في تونس حرم أخذ الجنسية الفرنسية، تونس كانت محتلة من احتلال فرنسي. هل أخذ الجنسية الفرنسية حرام في الأصل؟ ليس حراما، لكن تونس في ذلك الوقت كانت تحت الاحتلال الفرنسي، وأي تجنس لتونسيين بالجنسية الفرنسية في هذا الوقت لا يعني إلا معنى واحدا وهو العمالة وولاية أعداء البلاد أعداء الله ومعاداة المسلمين داخل تونس. فعلى طول تسد الذريعة اللي هي الوسيلة اللي هي أخذ الجنسية، لأنه سيترتب عليها مفاسد واضحة وملحوظة، وهذه المفاسد ليست مفاسد خاصة بشخص ولا بمجموعة، مفاسد خاصة بشعب كامل. نفس الفتوى أفتاه الشيخ أحمد شاكر في مصر، وأفتاه الشيخ حسن البنا في مصر أيضا بتحريم ده أحمد شاكر بالغ جدا في هذا، وحكم بالردة على من تجنس بالجنسية الإنجليزية في كتابه كلمة حق، ومنشوره معروف موجود على الإنترنت. والشيخ حسن البنا أفتى بها بالحرمة بأنه لا يجوز لأي مصري أن يتجنس بالجنسية الإنجليزية تحت الاحتلال البريطاني لمصر لما سيترتب على ذلك من مفاسد. طيب في أحوال الاستضعاف، أحوال ضعف المسلمين، أحوال حاجة المسلمين إلى الأخذ من الغير، إلى الاستيراد من الخارج، إلى استيراد أفكار علوم إلى آخره، هنا ينبغي أن تفتح الذرائع لأنه سيترتب عليها مصالح، التواصل مع الغرب، التواصل مع مراكز معينة، مع جامعات معينة، حتى لو كانت هي في الأصل ممنوعة لابد أن تفتح الذريعة لما سيتحقق على ترتب على ذلك من مصالح عظيمة جدا لعموم المسلمين. ما زلنا في الحديث عن سد الذرائع. نعم. دكتور، يعني بلغ في بعض المجتمعات الإسلامية بلغ بقاعدة باستعمال قاعدة سد الذرائع. نعم. ما هي أبرز مظاهر أو ما أبرز مظاهر هذه المبالغة في استعمال هذه القاعدة؟ يعني قاعدة سد الذرائع مثلا حينما نطبقها على المرأة وقضايا المرأة، المرأة حرمت من أشياء كثيرة جدا بسبب سد الذرائع، وهي ليست محرمة. خروج المرأة مثلا للعمل ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية بأحكامها بزيها بمشيتها بكلامها باللقاءات التي تعقد وهي فيها تلتزم بجدية اللقاء، ما المشكلة؟ لا يوجد أي مانع شرعي من هذا، بل إن الأستاذ عبد الحليم أبو شقة في كتابه تحرير المرأة في عصر الرسالة أورد 300 دليل من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة البخاري ومسلم فقط، أكثر من 300 دليل على أن مشاركة المرأة في العمل العام أمر لا يمنعه الشرع. لكن هذا لا يتعارض مع أصل وقرنا في بيوتكن؟ لا خالص، وقرنا في بيوتكن هذا خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول سياق الآيات، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا مع مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن هنا الوقور في البيت جاءت في سياق أحكام وعبادات ربما مأمور بها كل النساء. لا أبدا، هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام في عصره خرجت النساء، مش خرجت للمساجد تصلي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بأم عمار التي كانت تقاتل عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله في غزوة أحد، المرأة التي جاءت تقول النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن أكون شهيدة وأركب البحر، لم يأمرها بل دعا لها بخير. نعم. فهناك حوادث كثيرة جدا يعني وردت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الرسالة، وده اللي أورده الأستاذ عبد الحليم أبو شقة والشيخ الغزالي في كتابه قضايا المرأة والدكتور محمد عمارة في كتابه عن المرأة في الإسلام تحرير الإسلام للمرأة، كل هذا أوردوا فيه من الوقائع في عصر الرسالة ما يدل دلالة قاطعة على أن المرأة ينبغي أن يكون قضاياها مبنية على فتح الذرائع وليس سد الذرائع بضوابطها الشرعية حتى لا يترتب عليها مفاسد وحتى تؤدي وظيفتها وتحقق أهدافها من هذه المشاركة. لكن هذه المبالغة في استعمال سد الذرائع أنتجت تضييقا في المجتمعات الإسلامية. طبعا تضييقا. لماذا بولغ في استعمال قاعدة سد الذرائع؟ خوف بعض الناس، إحنا لا نشكك في نوايا أحد لكن نحسن الظن بمن يضيق أو يعني يتوسع في سد الذرائع، لكن إحسان الظن بالنوايا شيء، وما يترتب على هذا التوسع في سد الذرائع من مفاسد في المجتمع ومن حرمان للأمة من بعض الفرص والخيارات
الواسعة التي تفتح عليها الآفاق وتجعلها يعني تحقق بعض المصالح العامة والخاصة الكلية والجزئية الحالية والمستقبلية، هذا أمر ينبغي أن تتم المراجعة فيه. لكن ثمة رأي يقول هناك، نعم، من يقول إذا جاءك من يقول لك دكتور وصفي، نعم، بأن يعني في مجتمعات عن قاعدة فتح الذرائع وسدها في المجتمعات العربية والإسلامية الآن الرجال لا يجدون عمل، فأنتم تحت قاعدة فتح الذرائع تريدون فتح الباب أمام المرأة حتى تزداد البطالة مثلا، ألا يمكن أن يؤدي هذا إلى خلاف الغرض المقصود من فتح الذرائع؟ لا خالص. ليه؟ لسبب واحد فقط، أننا في المجتمع هناك وظائف لن يكون الرجال مناسبين فيها. هذا مفهوم، هذا أيوة مفهوم. نعم، يعني التطبيب مثلا، تطبيب النساء، تعليم البنات، تحفيظ إفتاء النساء فيما يخصهن، ده المفروض النساء الفقيهات يبقى عندنا كده نبني ونكون نساء في الفقه الإسلامي وفي الفتوى تفتي بنات جنسها، لأن المرأة أحيانا تستحي من الرجل إذا سألت في بعض القضايا الخاصة بها، أما إذا سألت المرأة فسوف تكون الأمور على الرحب والسعة وتكون بلا حرج وبلا شيء. والدكتور محمد رواس قلعجي، معلش اسمح لي في هذه النص دقيقة، خذ وقتك. الدكتور محمد رواس قلعجي رحمه الله تعالى صاحب الموسوعات الكبيرة في الفقه الإسلامي، موسوعة أبو بكر وموسوعة عمر وموسوعة عثمان وموسوعة علي، موسوعات كثيرة جدا في الفقه، جمع فقه هؤلاء الأكابر في هذه الكتب، عامل كتاب جميل جدا مسميه فقهاء الرجال وفقيهات النساء، لا أتذكر اسم الكتاب بالضبط لكن هو هكذا. الأستاذ رواس قلعجي في هذا الكتاب استقرأ المسائل الفقهية الخاصة بالرجال والمسائل الفقهية الخاصة بالنساء في عصر الصحابة في بشكل عام، نعم، بشكل عام، وكتاب عظيم جدا، الكتاب مش مشهور ولكنه غزير الفائدة وعامل إحصاء دقيق لكثير من المسائل، وأثبت بالاستقراء أن القضايا التي هي تخص الرجال أبدع فيها فقهاء الرجال، والقضايا الفقهية التي تخص النساء أبدع فيها فقيهات النساء بما لم يقدر عليه فقهاء الرجال. في كل أبواب الفقه الإسلامي عمل حصر وجايب فقهاء الرجال هنا ماذا قالوا وفقهاء فقيهات النساء هنا ماذا قلنا. فإحنا بنقول أنه إفساح المجال للمرأة أو قضايا المرأة بشكل عام ينبغي أن تبنى على فتح الذرائع وليس على سد الذرائع، وليس معنى فتح الذرائع في قضايا المرأة وغيرها، لم نأخذ المرأة قضايا المرأة كمثال فقط، ليس معناه أن تكون النساء على الغارب وأن يمشين كما يريدنا ويلبسن كما يشأن. طيب لا. أنا سأنقل لك رأيا آخر أيضا، هذا من باب توسيع الحوار. نعم. دكتور، نعم، يعني إذا جاءك من يقول لك بأن الاهتمام بمسائل التوسيع على المرأة وفتح الذرائع في قضايا المرأة، هل هذا نابع من حاجات شرعية أصيلة في المجتمعات الإسلامية أم مسايرة للغة العصر ودرءا لما يقال عن رجعية الإسلام؟ ده سؤال جميل جدا، لأن كثيرا من الناس يتهمون من يتكلم بهذا الكلام بأنه يعني عنده ضعف حضاري أو عنده خضوع للسلطان الغربي الذي يعلي في قضايا المرأة ويتكلم عن قضايا المرأة. لا، احنا بقول لك احنا بننطلق من عصر الرسالة، عصر التشريع، تحرير المرأة في عصر الرسالة، التحرير الإسلامي للمرأة، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، كتب ابو شقة ومحمد عمارة والغزالي وغيرهم من العلماء، حتى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث في بلاد الحرمين الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، يعني فتحوا هذه الذرائع وقالوا المرأة تشارك في المجتمع بما يناسبها ولكن بالضوابط الشرعية الخاصة بالمرأة. أيضا قضايا السياسة الشرعية ينبغي أن تبنى على فتح الذرائع، لأن هذه القضايا السياسة بشكل عام، مجال السياسة كمجال أو كباب من أبواب الفروع في الفقه الإسلامي، ينبغي أن يبنى على فتح الذرائع لتغير السياسة لحاجة المسلمين إلى 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 تحقيق المصالح، وهذا لن يتحقق إلا بفتح المجالات وأمام النظم الجديدة وأمام العالم المتغير والمتنوع، ينبغي أن يكون المسلمون فيه على أعلى مستوى من مواكبة العصر ومواكبة الحدث، ولن يكون هذا إلا بفتح الذرائع بضوابطها الشرعية. وهذا ما نريد أن نبحثه بعد فاصل الأخير. نعم. فاصل الأخير ونعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة اليوم. الكرام في هذه الحلقة من طاولة الحوار والتي سنتحدث فيها مسألة.
أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. دكتور وصفي، يعني لاحظتك مندفعا منذ بداية الحلقة للحديث عن فتح الذرائع، ويبدو أنك من أصحاب الرخص في مجال بين الفقهاء وبين أهل العلم على الجهة المقابلة من سد الذرائع. ماذا يعني فتح الذرائع؟ أليس يعني الأصل في الأمور الإباحة؟ فمن أين يأتي موضوع فتح الذرائع وما معناه ومتى يتحقق؟ سؤال مركب. نعم، معلش، نعم، لا بأس. فتح الذرائع هو عكس سد الذرائع تماما. إذا كان سد الذرائع هو منع وسيلة مباحة لما تفضي إليه من مآل فاسد أو فيه مفسدة، فإن فتح الذرائع معناه الأخذ بالوسائل الممنوعة في الأصل إذا ما أفضت إلى مصلحة، لكن مصلحة عامة، وتكون المصلحة المترتبة على الأخذ بهذه الوسيلة الممنوعة أعظم من فساد الوسيلة المأخوذة. مثال ذلك نديك أمثلة كثيرة جدا، لكن هنقول كلمة العز بن عبد السلام قال: للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل، وللوسائل أحكام المقاصد من الند والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة. الإمام ابن القيم، نص عظيم جدا الإمام ابن القيم، يقول: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها نابعة تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. المثال لو مثال. نيجي للأمثلة. الله تعالى في القرآن الكريم قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة دي معناها النخلة، لينة معناها لا نخلة، نعم، النخلة الصغيرة، نخلة. في الآخر القرآن بيتحدث عن نخلة بني النضير. هل قطع النخل في الإسلام مباح في الأصل؟ ليس مباحا. ده حتى في الحرب النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه في الحرب ألا تقطعوا شجرا. الإسلام بيحافظ على البيئة ونضارة البيئة وحفظ البيئة. الإسلام يحفظ البيئة حتى في حالة الحرب. شوف حرص الإسلام على بناء الدنيا وعمارة الحياة. في الحرب منع الإسلام من قطع الشجر. طيب لماذا أباحه الإسلام هنا؟ لتحقيق مصلحة، لتحقيق مفسدة، وهي إخزاء الفاسقين، إخزاء هؤلاء اليهود جزاء ما نقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، من دون عائد مصلحة على المسلمين. ما هي المصلحة؟ إخزاء هؤلاء وتأديبهم. هؤلاء يستحقون الأدب لأنهم نقضوا العهد وخالفوا الاتفاق الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما ذنب الشجر يعني؟ الشجر ده ما هو من أملاكهم ومن من من أموالهم، فلا بد أن 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 يكون كذلك. مثال آخر، سيدنا يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. المفروض السلطة لا تطلب في الإسلام، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، نعم. ممنوع في نص واضح النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا نولي هذا الأمر من طلبه، نعم. لكن لماذا أباح القرآن الكريم ليوسف عليه السلام هنا، أو أورد على لسانه قال اجعلني على خزائن الأرض، ولم يعقب القرآن الكريم على شيء يمنع من ذلك؟ إني حفيظ عليم، لما سيترتب على ذلك من مصالح عامة تعم شعب بالكامل. مثال آخر، سيدنا إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، هذا ربي. دي وسيلة. هل يجوز لإبراهيم عليه السلام أن يقول على كوكب هذا ربي؟ لا يمكن، ده حرام. لكن أباحه القرآن الكريم هنا تنزلا من إبراهيم عليه السلام واعتقاده أنه ليس هو الرب، طبعا قلبه مطمئن بالله وبالإيمان، لكن قالها تنزلا مع هؤلاء القوم لكي يقودهم إلى الإيمان. أباح الإسلام له أن يقول ذلك لكي يصل إلى غاية عظيمة جدا وهي هداية الناس. طيب، حادث خرق السفينة في سورة الكهف، أليس خرق السفينة ممنوعا في الأصل؟ نعم، ممنوع. لكن لماذا أباح القرآن الكريم خرق السفينة؟ لأنه سيترتب عليها مصلحة عظيمة. طيب، جدا، وهي نجاة السفينة كلها من الملك الظالم. طيب دكتور، هذا كلام حقيقة مهم، لكن فتح الذرائع ربما يكون أدق وأخطر من سد الذرائع. لذلك صحيح. ما الضابط في تحديد المصالح والمفاسد؟ ومن بالزبط. الذي يضبط هذا الأمر؟ بالضبط. الضابط هو حالة الاضطرار، أن نكون عندنا حالة أو حاجة أو ضرورة
تبيح لنا أن نأخذها لكي نتجاوزها إلى مصالح عظيمة جدا أو درء مفاسد خطيرة جدا. الذي يحددها كما قلنا قبل قليل هم أهل الخبرة وأهل الشرع والفكر. أهل الخبرة في المسائل التي تختص بهم وتتصل بهم، وأهل الشرع في هذه المسائل بناء على التقارير وفي قضاياهم الرئيسة في الشرعي. احنا عندنا حالات عشان يتضح الكلام اكتر في مسألة الضوابط ومن يأخذ. نعم. عندنا ما لا يمكن تحصيل مصلحته الا توسلا بإفساده، إفساده كله. زي الحطب مثلا اللي الناس بتولعوا علشان تسوي الطعام او تسوي الخبز أو غيره. هو يعني اهلاك هذا الحطب مش ممنوع؟ ممنوع، لكن سيترتب عليه مفسدة، مصلحة عظيمة جدا، وهي ما يقيم الإنسان به أوده وحياته، ما يقيم به صلبه، فبيهلك الحطب. ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا توسلا بإفساد بعضه، زي حادث خرق السفينة بالضبط. وزي مثلا أنا عندي في بعض الحالات المرضية مثلا عند الأطباء تجد واحد عنده غرغرينة في رجله، وليزعفان عافانا الله وإياكم والمشاهدين جميعا، الغرغرينة دي لا تتوقف عند حد معين، معروف على طول بتسعى وتنتشر في الجسد ويتآكل الجسد. فماذا يفعل الأطباء؟ يقطعون القدم أو يقطعون الذراع إذا وصل إلى هذا الحد. لماذا؟ طبعا قطع الإيد في الأصل ممنوع، قطع القدم ممنوع، لكن لما كان بقاء القدم وبقاء اليد على هذه الصورة سوف يؤدي إلى تآكل الجسد كله وإلى ما هو مفسدة أعظم، والقطع اللي هو ممنوع سيترتب عليه مصلحة عظيمة، وهي استبقاء هذا الجسد بعيدا عن هذا المرض الخبيث. أجاز الإسلام للأطباء أن هم يقطعوا هذا، لكن متى يفتي الفقهاء في هذه المسألة أنه يجب القطع أو لا يجوز القطع؟ بناء على طريق تقارير الأطباء. الأطباء بيقولوا للفقيه: يا أيها الفقيه، لو تركنا هذه القدم بهذه الصورة سوف تقضي على الجسد كله. ما المجالات التي يحتاج المسلمون فيها اليوم لفتح الذرائع؟ سؤال عظيم جدا. إحنا في هذا العصر نحتاج في كل المجالات إلى فتح الذرائع. في كل المجالات، في كل المجالات نحتاج إلى فتح الذرائع. كيف ذاك؟ في كل المجالات، في المعاملات، في الأحوال، في الزواج. النهاردة الزواج يعني الشباب الآن وما يلاقيه من فتن في المجتمعات. كيف يكون فتح الذرائع في الزواج دكتور؟ فتح الذرائع في الزواج، إحنا لا نريد أن نضيق على الناس، لا نريد أن نضيق على الشباب ولا أن نضيق على الفتيات. بمعنى نريد أن نيسر الزواج للناس، نريد ألا نضيق على الشباب، نريد أن نيسر للشباب أسباب التحصين وأسباب طب هذا لا يحتاج إلى فتح الذرائع، هذا الأمر مباح يعني. المفروض أنه مباح. طيب المفروض أنه مباح، لكن هناك ناس بيسدوا أمام الشباب، ولذلك تكون فتنة. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، وفي رواية تانية: وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالضابط يا أستاذ جهاد، الضابط الإجمالي لهذا الموضوع، نعم، إن إحنا يكون في ضرورة، يكون في حاجة، يكون في مصلحة مترتبة أو مفسدة تدفع. إحنا عندنا الفتح الذرائع، الزريعة دي ممنوعة لكن سيترتب عليها مصلحة عظيمة ناخدها، سيترتب على الأخذ بها دفع مفسدة أعظم منها، خلاص نتوكل على الله ونعملها. إحنا عندنا الإمام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الكبرى أورد 62 مثالا لهذا، ممكن نقرأ بعضها الآن لو أذنت لنا. والله أنا آذن لكن الوقت لا يأذن. 62 مثال، والإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين ذكر 99 مثالا، وقال نكتفي بهذا القدر لأن إحنا لو استطردنا سوف نصل إلى أكثر من 1000 وزيادة مثال. فهؤلاء الفقهاء الذين عاشوا يعني تضلعوا من أحكام الشريعة وعاشوا الحياة واشتبكوا مع قضايا واقعهم واستنزلوا من الشرع الشريف ما يناسب واقعهم، ويعني جلبوا من الفتاوى القديمة ما يتناسب. طيب. واجتهدوا لما هو مستجد. طيب. وجديد. يعني أنا بقي معي نصف دقيقة، إذا تضمن لي الجواب بنصف دقيقة أسألك دكتور. نعم. يعني في ظل عدم وجود دولة تحفظ بيضة الإسلام وتقيم شعائر الإسلام، هل من المصلحة القول بفتح الذرائع في هذه المرحلة؟ كل بحسبه وقدره، كل مسألة لها ما يخصها وما يناسبها. نعم. لكن ليس معنى أن احنا ليس عندنا دولة تقوم على هذا وتتصرف فيه وتوفر التدابير له المختلفة، لا يعفي هذا العلماء من أن يقوم بدوره. نعم. وأن ننبهه على أننا هنا في حاجة إلى سد الذرائع بضوابطه، وأننا هنا نحتاج إلى فتح الذرائع، وأنا أدعو إلى التوسع
مش التوسع، يعني التوسع المنضبط في فتح الزرائع، وخصوصا في عصر الاستضعاف، في عصور الهزائم، في عصور التفسخ الاجتماعي والطغيان السياسي، يحتاج الفقهاء أن يعيدوا النظر وتعتدل الكفة بين سد الزرائع وفتح الزرائع. لعل للحديث بقية في مرحلة مقبلة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور وصفي عاشور أبو زيد أستاذ المقاصد الإسلامية، كما أشكركم على حسن المتابعة. في حراسة الله.